بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة لتعلم اللغة الفرنسية مع كتاب لي كومبخوند. طبعا لازلنا مع حرف إكس. حرف إكس ذكرنا بأن حرف إكس ممكن أنه ينطق ككس كما نلاحظون أو ينطق كزد وممكن أنه ينطق كجز أو ينطق كأس. إذن طبعا حسب الكلمات التي سنتعود عليها طبعا التي طبعا ينطق فيها إكس كأس التي ينطق فيها إكس كأس. في باقي الحالات طبعا أغلب الكلمات إكس أن يعطي الصوت كس. إذن طبعا وصلنا إلى هاد العبارات كما عندنا هنا دو تاكسي روج. إذن نتكلم عن سيارتي تاكسي حمراء. سيز اكزيرسيس سيز اكزيرسيس اذا نتكلم عن ستة تمارين ثم لو دوزيام ايطاج لو دوزيام ايطاج الطابق الثاني دو تاكسي روج دو تاكسي روج دو تاكسي روج. ثم عندنا سيز اكزيرسيس سيس اكزيرسيس طبعا هاد اس التي تكتب على شكل اكس. اذا طبعا انها لا تنطق عندما تاتي الكلمه بعدها اذا انها لا تنطق بعد وجود كلمه تاتي بعد كلمه سيس سيز اكزيرسيس. طبعا نضع هنا الربط اذا نتكلم على ليزو اكس ان تنطق كأس نقول سيس مادام أنه عندنا أس ثم عندنا أ إذن طبعا سننطقها كزاد سيز اكزيرسيس. ثم عندنا لو دوزيام ايطاج لو دوزيام ايطاج.
Ensuite, nous continuons avec ces images que nous voyons et nous prenons comme d'habitude la première image et nous posons la question qu'on a déjà l'habitude de poser. إذا طبعا نأخذ الصورة الأولى ثم نطرح السؤال الذي كانت عندنا عادة طرحه كيسكو سي. إذا السؤال هو كيسكو سي، ما هذا؟ كيسكو سي؟ سي لارمونيكا، سي لارمونيكا، لارمونيكا، سي لارمونيكا. Nous passons à la deuxième image et nous posons la question qui est-ce? Qui sont ces deux personnes? Et dans le cas de Charsin. Et dans ce sont deux sportifs. Ce sont deux sportifs. Innahum riyadiyin. Innahuma riyadiyin. Ce sont deux sportifs. Tab un sportif, ça nous dit la S, le khassabi, le jama. نتكلم عن شخصين نتكلم عن رياضيين اذا نتكلم عن جمع هنا سنضيف اسنا دو سبورتيف دو سبورتيف طبعا كما تلاحظوا بان كلمه دو تتضمن هاد اكس لكن لا تنطق ولكن هاد اكس ممكن ان تعطي لليزون مثلا نقول دو زيتاج نتكلم هنا عن دوزيام ايطاج دوزيام ايطاج يعني الطابق الثاني لكن عندما نتكلم عن دوزيتاج نتكلم عن طابقين طابقين إذا سنقول دوزيتاج إذا ستكون هذيك لليزون هاد إكس هنا غنحس بالآثار ديالها ولكن في غير هذا في مواضيع أخرى كما عندنا هنا هاد إكس لا تنطق أصلا إذا سنقول دو سبورتيف مثلا ensuite nous passons à la troisième image comme nous le voyons إذا alors on pose la question qu'est-ce que c'est? On pose la question, qu'est-ce que c'est? C'est le hérisson. C'est le hérisson. Et dans notre climat, le confoud. Le hérisson. Pour la quatrième image, on pose toujours la même question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. C'est un stylo AB. AB. إذا نتكلم عن قلم بي كله. نتكلم عن ستيلو ولكن عنده البية. عنده واحد البية هنا. تبقى الدور وتخرج هاد الصغيرة. بية صغيرة. إذا نتكلم عن أن ستيلو AB. أن ستيلو AB. Ensuite nous prenons la cinquième image. On pose toujours la même question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nous prenons la partie noire. Nous prenons la partie noire de cette machine. Et donc, nous prenons alors, qu'est-ce que c'est? C'est le toit pointu du moulin avant. C'est le toit pointu du moulin avant. Et donc, nous parlons de saqf. Bien sûr, comme nous disons, على شكل مسمار اذا نتكلم على لو توا بوانتي انه فيه كانه هناك مسمار سي لو توا بوانتي دي مولا افون اذا نتكلم عن سقف على شكل مسمار ان صح التعبير لطاحونه هوائيه لطاحونه هوائيه دي مولا افون لو مولا المقصود بها طاحونه لو مولا افون إذا نتكلم عن طاحونة، طاحونة هوائية، الهواء هو الذي يدير هاد المراوح ومن خلالها تطحن الحبوب داخل المطحنة، ألوغ لا، أون لو توا بوانتي دي مولان أفون، أنسويت نو باسون أ ليماج سويفونت، إي نو بوزون توجور لا ميم كيستيون، كيسكو سي؟ كيسكو سي؟ روغادي، كيسكو سي؟ كو روبريزونت La sixième image, mais sur la CADISA. La sixième image représente une hache. La sixième image représente une hache. Une hache. Et dans sur la CADISA, nous passons à la septième image et nous posons la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un saut en parachute.
إذا نتكلم عن قفزة بالمظلة سيتان سو اون باراشوت، طبعا السو المقصود به القفزة. للإشارة هنا كلمة سو أن تنطق مثلها مثل كلمة سو، يعني تنقول السطل يعني الدلو السطل، ولكن الكتابة تختلف. نعرف أي كلمة منهما من خلال العبارة ان سو اون باراشوت، ان سو اون باراشوت المقصود بها قفزة بالمظلة وليس مثلا دلو بالمظلة. ان سو اون باراشوت، طبعا كلمة باراشوت كما تلاحظوا مكونة من كلمة شوت ثم كلمة بارا. بارا كما نقول مانعة لا شوت، عادة كلمة لا شوت تعني سقوط، إذا باراشوت كما نقول مانعة السقوط. ان سو اون باراشوت. Et enfin, nous prenons la dernière image et nous posons toujours la même question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Que représente la huitième image? La dernière image représente le petit porc. Le petit porc. Et dans la sourate terminée, tu m'as-t-il mina un sagaran ou le mina sagar, comme on a dit là. Le petit porc. Le petit porc. C'est le petit porc. Inna ulmina sarer. Ensuite, nous prenons ce paragraphe. Regardez bien le titre. Encore une page de mots difficiles. On a déjà vu des mots difficiles. On a vu des mots difficiles. Et d'un kalimat sa'ba. Comme ces mots, par exemple, qu'on a déjà vu. Ici, on a encore une page de mots difficiles. إذن أيضا صفحة من الكلمات الصعبة. إذن لا زال هناك صفحة من الكلمات الصعبة. encore إضافة أو زيادة أو أيضا. إذن كلمة encore تعني هذا الأمر. une page de mots difficile صفحة من الكلمات الصعبة. encore une page de mots difficile. Parmi ces mots difficiles, par exemple, on a l'espoir. L'espoir. C'est quoi l'espoir? L'espoir. L'amal. Ou minha l'fi'l. Espérer. Espérer. Yani, comme on a dit, amoula. Ya'moul. Et tu parles de ya'moul. L'espoir. Yani, l'amal. Ensuite, on a l'escalier. L'escalier. L'escalier, يعني الدرج, الدرج, l'escalier, الدرج, ثم l'escargot, 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 الحلزون, l'escargot. طبعا عندنا هنا كلمات بس, اس, l'espoir, l'escalier, l'escargot. Ensuite, par exemple, on a j'espère que tu sais nager, j'espère que tu sais nager. J'espère que tu sais nager. J'espère. Ana amoul. Ana tentmenna. J'espère. Ana amoul. Ana amoul. طبعا كما قلنا عندنا هنا le verbe espérer. On a le verbe espérer. قلت يجي من كلمة l'espoir. J'espère. Ana amoul. Que tu sais nager. بأنك أنت تعرف تسبح. تنتمنى تكون تعرف تسبح. J'espère que tu sais nager. طبعا هنا عندنا le verbe savoir كما ذكرنا في غير ما مرة. إذا c'est le verbe savoir. Savoir. ومن كلمة le savoir تتكتب بحالها. يعني تتعني المعرفة. J'espère que tu sais nager. أنا أتمنى أو أنا آمل كما عندنا هنا بأنك أنت تعرف تسبح. Comme غني. مثل غني. تنتمنى تكون تعرف تسبح بحال غني. J'espère que tu sais nager comme غني. J'espère que tu sais nager comme غني. Ensuite, on a Rémi est tombé dans l'escalier. Il s'est fait mal. Rémi est tombé dans l'escalier. إذن Rémi هو سقط. طبعا عندنا هنا le verbe tomber.
كما تنشوفوا راه مصرف مع اتر لانه ولا سقط ماشي طيح شي حاجه اخرى غيمي اي طومبي اذا غيمي انه سقط هذا علاش غنصرفوا لو فيرب طومبي او باسي كومبوزي طبعا مع لوكسيليير اتر لان غيمي هو سقط غيمي اي طومبي دون ليسكالي اذا غيمي هو سقط في الدرج سقط في الدروج طاح في الدروج اي سي في مال طبعا هنا عندنا لو فيرب سوفير سوفير تنعرفوا بان لو فيرب فير هو فاعل فعل شيئا هنا عندنا لو فيرب سوفير فعل لنفسه فعل لنفسه ديما هذيك سو تتعني بانك درتي شي حاجه راسك او شي واحد دار شي حاجه راسو هي فين تزيدوا هذيك سو هي تتكون قدام الفعل اذا هنا عندنا لو فيرب سوفير فعل لنفسه طبعا لو فيرب سوفير كما ذكرنا من قبل ملي تنصرفوه في لو باسي كومبوزي طبعا تتصرف مع اتر كل افعال اللي عندها سو انها تتصرف مع اتر في لي طون كومبوزي في الازمنه المركبه ومن ضمن هذه الازمنه المركبه كاين لو باسي كومبوزي طبعا اذا سنقول ايل سي في مال انه فعل لنفسه سوءا المقصود انه اصيب اذا هي تتقال هكذا ايل سي في مال ايل سي في مال كما نقول انه فعل لنفسه سوءا ثم عندنا كلمات فيها سب سب مثلا لو سبور لو سبور لو سبور سب سب سبور لو سبور الرياضه جو في لو سبور انا افعل الرياضه انا اقوم بالرياضه ثم لو سبيكتاكل لو سبيكتاكل كما نتكلم عن المشهد لو سبيكتاكل المشهد لو سبيكتاكل لا ناتاسيون est un sport agréable et utile. La natation est un sport agréable et utile. La natation est un sport agréable et utile. La natation, نتكلم على الوفرب ناجي احيانا اذا نتكلم عن فعل السباحه بحال اللي عندنا هنا j'espère que tu sais nager اتمنى بانك تعرف تسبح كومبوني اذا الوفرب ناجي سباحة لا ناتاسيون السباحة لا ناتاسيون إيت أن سبور أغريابل إذا السباحة هي رياضة أغريابل جميلة ممتعة كما نقول إي أوتيل ومفيدة طبعا نقول عن شيء بأنه أوتيل أنه مفيد أحيانا نتكلم عن لوتيليتي يعني الإفادة لوتيليتي دان برودوي إفادة منتوج هذاك المنتوج اش تقدم من إفادة في ماذا يفيد إذا نتكلم أحيانا عن لوتيليتي دان برودوي باغ إكزومبل إذا عندنا هنا إوتيل أنه مفيد أو مفيدة كما عندنا هنا لا ناتاسيون إيت أن سبور أغريابل إي إوتيل إذا السباحة هي رياضة ممتعة ومفيدة ثم عندنا كلمات بي سك سك مثلا لوسكارابي لوسكارابي اذا نتكلم عن حشره صغيره توجد في القادورات كما نقول جعل لوسكارابي اذا كما نلاحظ لو لوسكارابي لوسكارابي ثم لاني سكولير السنه الدراسيه لاني سكولير احيانا نتكلم عن لا سكولاريتي يعني الدراسه لاني سكولير ان بتي سكارابي اذا نتكلم عن حشره صغيره من هذا النوع التي ذكرنا ان بتي سكارابي نوار اذا نتكلم عن حشره صغيره سوداء كور دون لو شومان تجري في الطريق كور دون لو شومان تجري في الطريق اذا عندنا هنا لو فيرب كورير مصرف في البريزون اذا كما قلنا سكارابي لاني سكولير un petit scarabée noir court dans le chemin ثم عندنا كلمات فيها هذا الصوت ست ست مثلا لو ستاد لو ستاد لو ستاد لو ستاد اذا نتكلم عن الملعب لو ستاد الملعب ثم لا ستاتي لا ستاتي اذا نتكلم عن تمثال
la statue, le stylo, René écrit à la plume. René écrit à la plume. عندنا le verbe écrire. Le verbe écrire. إذا عندنا فعل كتب. René écrit à la plume. إذا يكتب بالريشة. ثم et papa écrit au stylo. ثم أن الأب يكتب بالقلم. طبعا هاد أو اللي تنشوفو هنا راه هي a le stylo. طبعا هاد العبارة ديال a le في اللغة الفرنسية غير موجودة. a la موجودة. إذا غوني écrit à la plume. إذا غوني يكتب à la plume بالريشة. طبعا كلمة la plume كلمة مؤنثة مبدوءة بهاد لا قبل منها هاد أ. ألا كاينة في اللغة الفرنسية ولكن ألو تنعوضوها بهاد أو. هنا عندنا في الحقيقة إي بابا إيكخي ألو ستيلو لأن كلمة ستيلو كلمة مذكرة مسبوقة بلو ليست كا كلمة لا بليم مسبوقة بهاد لا إذا مسبوقة بهاد لو. إذا عندنا هنا ألو طبعا حذفت وعوضت بهاد أو. إي بابا إيكخي au stylo. ثم أن أبي يكتب بالقلم. يكتب بالقلم. غوني يكتب بالريشة والأب يكتب بالقلم. غوني إيكخي à la plume et papa écrit au stylo. Il y a de belles statues dans le parc du château. Il y a de belles statues dans le parc du château. Il y a de belles statues. هناك تماثيل جميلة. نتكلم عن تمثال. إذا نتكلم عن لا ستاتي. إليا دو بيل ستاتي دون لو بارك دي شاتو. هناك تماثيل جميلة في متنزه القلعة. طبعا لو شاتو المقصود به قصر ممكن يعني قلعة إلى غير ذلك. إليا دو بيل ستاتي دون لو بارك دي شاتو. إذا طبعا نستأنف في الفقرات القادمة حياكم الله. وإلى لقاء قادم بإذن الله.